متابعين قناة ألفا سبريس، مرحبا بكم. حنا الآن تواجدوا في مقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات، حيث تنعقد الدورة العادية لمجلس مدينة الدار البيضاء اليوم الأربعاء 8 مايو 2024. يعني تلاقينا مع مجموعة من المنتخبين من أجل مناقشة واحد القضية تتعلق بنظام وحدة المدينة. واش حال الوقت يعني من أجل العدول على هذا النظام هذا ودخول إلى نظام جديد، خاصة أن نظام وحدة المدينة منذ تطبيقه في مدينة الدار البيضاء سنة 2003 وهو يثير الكثير من الجدل. أجل نشوف واش قالوا المنتخبين حول هذه القضيه. سي مصطفى، يعني بعد مرور سنوات طويله على دخول نظام وحده مدينه الدار البيضاء، ما تشوفش انه حال الوقت يعني باجل يعني العدول على النظام ودخول تجربه جديده؟ اعتقد ان نظام وحده المدينه بدا سنه 2003، تنظن من هذا 2003 الى يومنا هذا لازم ندير واحد وقفه ديال التامل، وفي طلب تنظيم ندوه وطنيه لمناقشة قانون تنظيمي 113/14 الإيجابيات والسلبيات ديالو، ونتكلموا على وحدة المدينة شنو هي الميزات ديالها، شنو هو المسائل الإيجابية والمسائل السلبية اليوم. لأن فكرة ديال وحدة المدينة هو أن الثروة ديال المدينة توزع بالتساوي على جميع ساكنة المدينة، ما تبقاش هناك جماعة غنية وجماعة فقيرة. هذا هو الهدف، هذه فلسفة ديال وحدة المدينة. مع الأسف اليوم من خلال التجربة تتبان أنه مدبر الشأن المحلي تيطغى عليه ذاك الهاجس الانتخابي. ما تتكلمش على الدار البيضاء ولكن تتكلم على مجموعة ديال الجماعات الترابية تيطغى عليه الهاجس الانتخابي، وباقى عندنا في الدين ديالنا ديك الدرب والحومة والجماعة وهذا. بالتالي أنه لابد ندوة اللي يكونوا فيها خبراء، اللي يكونوا فيها الناس اللي عندهم تجربة في تدبير الشحن المحلي لاستخراج الخلاصات. واعتقد ان كل تجربه انسانيه تدبيريه لابد لها من بدايه ونهايه باش نكونوا واضحين. والتجربه التدبيريه الحاليه اللي بدات في 2003 والان تستمر الى حدود الساعه وبقى مستمر في هذه الولايه الجماعيه، لابد لها من تقييم. لها نواقص، لها عيوب، لكن لها ايضا نقاط قوه وضعف، نقاط قوه وتالق. خاص واحد المشرع المغربي خاصو يدير واحد جلسه تقييميه، مناظره، ندوه وطنيه تعرض فيها الحصيله ديال هذه التجربه ديال وحده المدينه وفلسفتها، واش فعلا مشات في الاطار ديالها والاتجاه اللي هو من اجله اخرجت وانتجت. هي في حد ذاته النظام، هذا النظام المشكل اللي كيخلق الان هو ما هما يعني الخصوصيات ديال النظام، ديال هذا النظام، هو ان كاين واحد المجموعه ديال الحوايج اللي هما اللي كان خصنا نخليوهم في سياسه القرب، اللي كان خصهم يبقاو في المقاطعات وما يطلعوش للمدينه. هذوك هما اللي شي حوايج تحولوا، هذا هو هذا التحول في هذا النظام هو اللي خلق مشكل. النظام في حد ذاته ايجابي، حيت راه ملي كنشوفوا الدار البيضاء راه ضروري تسير بواحد الطريقه اللي هي ديال المدينه، يعني مدينه كجماعه. المشكل هما المسائل اللي كاين داخل ذاك النظام اللي كيخليو شي حوايج كيتقرروا في المدينه اللي ما عندهاش رؤيه على الواقع، يعني ديال هذا ديال في الميدان، وتحيدوا المقاطعات اللي هما عندهم هذه الامكانيه باش ياخذوا هذه القرارات. المشكل هو توزيع المسؤوليات ما بين المدينه والمقاطعات. ما كنقولش انا خصنا نساليو منه، كنفضل يعني يتعدل هذاك النظام. ولكن واش من الضروري يعني تغيير كل نظام وحدة المدينة أو قيام ببعض التعديلات البسيطة على هذا النظام؟ لأن العديد من المتتبعين يؤكدون أن وحدة المدينة هو النظام اللائق بمدينة الدار البيضاء، خاصة في الظرفية الحالية. شنو بالنسبة لك أنت النظام اللي يعني مش نقولوش مثالي، ولكن النظام اللي ينسجم مع مدينة الدار البيضاء اللي خصنا ندخلوا ليه؟ اليوم ما يمكنناش نحكموا واش هذه التجربة ديال وحدة المدينة فاشلة ولا ناجحة. اللي غادي ياكد هذا الشيء هذا ولا هذا هو الارقام، هما المعطيات، هما النتائج. وثانيا هي المناظره، المناظره غادي تحدد التوجهات العامه، واش حنا
نبقاو غادي مستمرين في هذه وحده المدينه ولا نديروا القطيعه معها ولا ندوزوا نظام اخر. يعني بالنسبه لك شنو هو النظام اللي المناسب؟ الدار البيضاء مدينه كبيره، المشكل ديال اللي مطروح اليوم هو مشكل ديال التواصل ما بين المقاطعات والجماعه على المستوى الاداري على المستوى التدبيري. اليوم ربما انه ضم أربعة المقاطعات وهذا في جماعه ترابيه وتقسيم الدار البيضاء الى ثلاث جماعات هذا كاين مقترح في هذا الاطار، هذا كاين هذا التوجه، ولكن الى اي حد واش غادي يكون حتى هو ناجح ولا ماشي ناجح؟ حنا المناظره هي يمكن لا تحدد هذاك. اعتقد النظام الحالي هو الان يمشي في اتجاه يكون مناسب، لانه الدار البيضاء بفوارقها المجاليه بفوارقها الاجتماعيه استطاعت شيئا ما ان تحدث تلك المناصفه المجاليه والمناصفه الاجتماعيه في اطار ما يسمى العداله التدبيريه. لا جينا عاود ثاني درنا ترتيب اخر وما انتبهناش لهذه الفوارق هذه، يمكن اننا نسجوا دار بيضاء بفوارق صارخه وبتناقضات هائله. بالتالي هذا النظام ديال وحده المدينه من 2003 2020 له ما له وعليه ما عليه، خاص وقفه خاص تقييم. في انظمه اخرى الناس مشوا ابعد ما يكون الى اقل درجات الى المجالس الحي، الى يعني ما بقاوش مقتصرين فقط على المقاطعات، يعني جامع مع مقاطعة الآن الحديث عن مجالس الحي. فبالك نرجعوا ثاني نجمعوا ثاني ورقاتنا ونرجعوا ثاني للنظام القديم اللي هو كان له مشاكل عديدة وتدبيرات اللي هي كانت ماشي في المستوى المطلوب. كنظن التدبير الحالي هو أفضل مما كان عليه. بالطبع حيت ماشي هذه هو في حد ذاته هذه المسألة هذه ديال الدار البيضاء كمدينة يعني مجموعة راه ماشي هي ماشي فكرة سيئة يعني ولكن الطريقة باش كندبروها هي اللي كتوصل لشي حوايج اللي صراحة ما مفهومينش. ناخذ غير كمثال مثلا اللي كان في حد ذاته إياه كان كيخلق إشكاليات. المسألة ديال مثلا الدعم للجمعيات، الدعم للجمعيات إياه كان كيخلق شي مشاكل وشي حاجة اللي ما واضحاش. أنا راه ما من الحزب ديالنا راه ديما كيقول لك راه عندك راه داك الشيء ماشي هادي، ولكن في نفس الوقت الحل أسوأ من 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 المشكل اللي كان كيخلق. ملي كتجي كتطلعوا المدينه اللي هي ما عندها حتى شي فكره ديال هذيك الجمعيه اللي خدامه في مقاطعه فلان فلانيه في عمل ميداني، اش كدير؟ اش غتنتج؟ شنو غدير؟ هذه كتعطيها هي القرار، يعني كتعطي لواحد اللي عمى واحد القرار على شي حاجه اللي هو ما عارفهاش. دونك هاد التعديلات هادو حتى التعديلات اللي داروا في هذا النظام ما غاديينش في الطريق الصحيح على ما كنشوف.